نساء بأفكار وآراء وجلسة يحلو فيها اللقاء. جلسة ونساء الآن. الحب على اغلى واروع جمهور قناه الشروق واوفياء برنامج جلسه مساء اللي فيه كل عشي، واكيد يستناونا بمواضيع شيقه بضيوف رائعين يطلعوا علينا من خلال البرنامج. اكيد في تنشيط هذا البرنامج يرافقوني جميلاتي وزميلاتي في التنشيط هناء غزار، سهيلة بالشب وسارة رجال. والمشاغبة سهيلة، يلا نتلاقاو بكم بعد الفاصل باش نتعرفوا على المواضيع تاع نهار اليوم والضيوف اكيد اللي رايحين يشرفونا. يلا عاودنا ولينا لكم مشاهدينا الكرام، نعاودوا نرحبوا بكم كذلك من دار وجديد، نقول لكم مرحبا بكم في برنامجكم وفي حلقه جديده من برنامج جلسه ونساء اكيد مع زميلتي الرائعه. واش راكم؟ انا لاباس كي شفتك بالغوج ونوار خلاص ويزمع. مساء الهنا عليكم على مشاهدينا. انا لبست الخضر، الله يجعل لي ماتنا خضوره كامل ان شاء الله بالرزق والهنا. مساء النور، انا لابسه لباس تقليدي جزائري، فنوجه تحيه لكل الجزائريات. تبارك الله، صنعه وجمال وشان، تبارك الله عليهم. ربي يحفظك. اكيد من بين النساء الجزائريات احنا اللي دائما نفتخروا بهم، نحبوا يكونوا حاضرين معنا في حلقات البرنامج. كاين كل وحده فينا، انت باش تروحي للخدمه بطونوبيلتك؟ بالطونوبيل. يلا ساره. ابي هابي ساره. كل مره كيفاش على حسب، يعني اذا كانت مسافه بعيده اكيد نروح مع الشوفير، واذا كان تقريبا نروح ابي. يلا، لكن اليوم رايحين يجرفونا نساء، زوج نساء، دكتوره دليله ونوال، كل وحده خيرت وسيله من وسائل التنقل بها وحبت تكون عندها ميزه، هذا واش حين تعرفوا عليه. خلونا نستقبلوها مع بعض. مرحبا الدكتورة نوال بالدراجة النارية. دليلة مرحبا بك، تفضلي. أهلا دليلة. مرحبا بكم. دليلة جميلة، مساء النور. مرحبا بينا كلهم. كيوتا نوال، مرحبا بك، تفضلي. حبيت اللوك، تبارك الله عليكم. حبوا يجونا باللوك اللي يكونوا لابسينه. كما قلت شرفتونا ونورتونا، احنا تعودنا انه يعني كي نكونوا رايحين نخرجوا نقضوا ولا نشروا ولا عندنا طونوبيل، يعني هذا واش نقدروا نديروا، يعني طونوبيل نقلعوا بها نروحوا نقضوا ولا نشروا ولا نروحوا للخدمه. لكن انتم الاثنين الله يبارك عليكم الدكتوره نوال ودليله، خيرتوا يعني وسيله نقل خاصه بكم. انت بالعود في تيزي وزو دوري به تروحي تشري به، كيفاش هذه؟ كيفاش استقبلوها المجتمع الجزائري؟ يعني كيفاش كانوا يشوفوا فيها؟ Alors, d'après ce que j'ai remarqué, ça a été bien reçu. استقبلوها مليح، surtout في la région تاعنا. في تيزي وزو تاني استقبلوها مليح، بالعكس كل الناس تتمنى ان يبدلوا وسيله النقل ديالهم، سورتو لي بتي تراجي هادو تاع 20 كيلومتر 30 كيلومتر. مليح واحد يروح يقضي بالعود، يروح يشوف صوالحو بالعود. صايتي فاز معاك ورحتي تقضي، هذا حليب هذيك هذو كيف تديها؟ تو لي ساك بون سور لا سيل عندك دي ساك كيما يقولوا ازمبيلن بالقبيليه، تعمرهم هكذا. الا ما عندكش لا بواني تاع لا سيل ويسترن تلقيها كاع الشكاير هذوك، لو ساك ادو بيان سور. يعطيك الصحة. ميم اون بوتيا كاع جو لي بري دوسو. اكيد رانا قاعدين نكتشفوا معاها دوكا في اللوازم تاع الحصان. انا حبيت نسقسي نوال. نوال، الكل يعرف انك انت دكتوره. نعم. خاصه في المحيط تاعك يعني. نعم. كيفاش قدروا يشوفوا، يعني كيفاش قدروا يتقبلوا هذيك نوال الدكتوره واللي مش عارفه تكون شخصيتها بطريقه ما تسوق دراجه ناريه ولا ما على باليش كيفاش، يعني كيفاش نظره المجتمع المحيط تاعك ليك؟ كانت نظره ايجابيه، يعني تقبلوا المجتمع، تلاقوا بيا في الطريق بالموتو وفرحانين هكا بكم. ما شاء الله، وحنا كمان نتشرفوا بكم اكيد. يسلمك.
أنا حبيت نسألكم، هل الحصان والدراجة النارية مجرد وسيلة عندكم للتنقل، ولا رحتوا في طريق الحرفية راح تحترفوا مثلاً ركوب الخيل تدبش ديتيتر تشاركي في مسابقات، وانت كيف تشاركي في مسابقات ديري غالي ديري تتغى؟ alors pour moi ماشي وسيلة تنقل، bon c'est beaucoup plus وسيلة حرفية، parce qu'on a dakhla li رياضة الميكانيكية عندي كلوب وشاركت في مسابقات رالي. يعني كنت انا برك طفله مع رجال بموطو هكذا، شاركت في سباقات كورس دو ريغولاريتي في تيبازا عام اللي فات، و اوسي كورس دو فيتاس، اي جو مي سي افيك ما موطو باسكو سي موطو بويسونت، جو مي سي كلاسي لا بروميير ودرت دي ميداي. دونك سي بو الكثره بزاف سبور سبور رياضه ديالي وي، يعني باش نروح بها للخدمه ولا لا، مازال ما لحقناش لهاد للاسف نحن في زمان ما فيش امان، يعني حتى السيدات اللي ما يكونوا يسوقوا في سياره يتبلاوهم ممكن ولا يتعداوا عليهم، في حوادث كثيره رانا نشوفوها ونسمعوا بها، فما بالك لما تكون مراه تكون يعني تلفت الانتباه اكثر لما تكون في سياره، يعني في دراجه ناريه موتو، ولا لما تكون تعدي على الناس يعني فوق حصان. Non, je n'ai pas été confrontée à ce genre de situation. Bien au contraire, c'est honorable parce que déjà, je parle bien du cheval, parce que la moto, c'est un peu agressif, plus agressif que le cheval. Donc, le cheval, c'est quelque chose de noble. Chez un shérif, une semaine de 1800 avant 1800, la guerre se faisait avec les chevaux. Donc ça reste quand même un animal noble et un sport noble. Donc comme dit ma collègue de télévision, de combat. Ouais. Oui, oui, c'est un combat. C'est un combat en même temps. Donc moi je trouve que je relie la moto avec le cheval parce que je suis moi-même motard. Donc je fais de la moto aussi. Ah. Oui, je fais beaucoup de sports extrêmes. Donc, je suis complètement d'accord avec elle. C'est une forme d'évasion aussi. C'est à la fois une passion aussi. On aime ça déjà avant de montrer quoi que ce soit. Et au jour d'aujourd'hui, notre but, je pense qu'elle sera d'accord avec moi, c'est de dire que la femme, surtout je parle de ma sœur, la femme, on est capable. On est capable de conduire une moto, on est capable. Moi, j'ai un CAP de mécanique, j'ai fait de la psychologie, j'ai un CAP de mécanique parce que j'étais chef d'entreprise dans l'automobile qui m'a obligée à faire un stage en mécanique. Moi, j'aime les chevaux, j'aime trop les chevaux, même de trop. انا حبيت نسقسيك، احنا ربما المراه بطبعها خوافه، يعني تخاف ديجا النساء باش يبداو يسوقوا، احنا ديجا الرجل يعني كي تشوفك في الطريق يقول ما تعرفش تسوق هذه دوك ندوبلي هكذا منا، شغل يحقرونا في الطريق بكل معنى الكلمه، حاشا البعض يعني يساعدك. صافيك كيفاش يعني والخيل، يعني نعرفوا انه شغل العود شغل ديجا شغل صعيبه، يعني ديجا عنده الركبه تاعو وعنده قوانين وفيه بزاف مخاطر على الانسان، ما حسك المراه اللي عندها مخاطر ربما تمس حتى بانوثتها، فكيفاش ربما تتحدي هذه الخطوره انت كامراه ولا سي ني با بور فو كونترارييه مي اون اي بوكو بلو فورت كو لون بونس لا فام الا اون فورس مونتال ميم سي الا با دو فورس فيزيك. Ça, c'est d'une. Même si on est un petit peu mahgourine par la jante masculine, mais c'est leur pensée et leur regard et leur analyse sur la femme, ce qui est faux, comme je vous dis. Et oui, le cheval, oui, c'est un animal très, très, très dangereux si on ne le connaît pas, parce qu'il ne suffit pas de monter dessus. Mais les hommes, il y a un c'est bon. العود عنده ما كانش الحيوان اللي قريب للعب كيما العود، لازم يكون فيزيون بينك وبين العود ويحس بالبنادم، ويحس يحس مليح، تري تري سونسيبل، يا يحس بك فور يحس بك فابل، سي توي فابل ميم تكون راجل تطلع فوقه يرميك.
صحيح. على بها حبيت نسقسي انا يا نوال، نقولها باللي ميم الموتو يعني شويه صعيبه، يعني كان ما تكونيش انت قويه وقادره كيفاش تحكمي التوازن نتاعك، يعني نفسها نفس اي ليكيليبر. لا موتو سي لا ميم شوز كو لو شيفال. اللي حبيت نسقسيها انا باردون مي لا موتو سي بلو دونجور كو لو شيفال، هذا اللي حبيت يعني درجه قاتله. هذا اللي حبيت نسقسيك عليه. احنا دوكا كي نكونوا يعني ساعات نكون حابه نتنقل مكان مكان، مع انه انا مش بزاف نتنقل وحدي، لكن جرأت مرات هكا وتنقلت في أوقات متأخرة، تقول لي ماما أنا ما نخافش عليك أنك أنت تسوقي بطريقة غلط أو تعملي أي حاجة، أنا نخاف من أنه ممكن الطنوبيل تاعك يكون فيها بروبليم، يعني يكون فيها مشكل وتطيحي أون بان في الليل والناس أسكو أنت طحتي في مشكل كي معاك من قبل في وقت متأخر ولا في يعني موقف شوية خلاك تخافي؟ يعني لا ماجوريتي دو دون نخرج في وقت مؤخر فوالا، مي الحمد لله جامي طحت اون بان. يعني قبل ما نخرج الصباح بالموتو ديالي جو في لي بريفيجون دو لا موتو، يعني جو فوا الزيت كيفاه راهي، الماء، يعني قبل ما نوضها جو غونفل لي بنو، دونك فوالا جو في مي بريفيجون دو موتو قبل ما نخرج باسكو سي ان ريسك. انا حبيت نسقسي البنات تاع الجلسه ابار السياره واش تقدروا تسوقوا ثاني، ولا واش راكم حابين تسوقوا وتكونوا تعرفوا رول ما قالوا لي حتى سهيله تعرف تسوق الموتو. شوفوا سقتها انا يا مرتين في حياتي وانا شويه جريئه ما نخافش، يعني طلعت فوق الحصان، ركبت الموطو، ما كانش حاجه ما سيتهاش، والحمد لله تكسر ظهري والحمد لله، ولي دوكا يعني كان اذا ما تكسرش ظهري خطر علاش، يعني شوفي قال لك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كان كيما زكي كان مازالني طايره. يعني هذه الحاجه الوحيده اللي خلتني نخاف على صحتي هو ظهري كي تكسر مع الاسف. فيلو ممكن انا ثاني فيلو، انا نسوق فيلو تري بيان، وليكيتاسيون جام بيان ليكيتاسيون. يلا ساره انا حبيتكم نتوما في زوج تمدوا نصائح لكل واحد حاب يسوق موطو، سواء كان مراه ولا راجل، ولا كانوا حابين يديروا ليكيتاسيون اللي هي ركوب الخيل، واش تنصحوهم باش يتعلموا؟ باسكو حنا نسى ممكن نسوق طوموبيل ما نفيريفيوهاش، معنا بان لا الزيت وين راه ولا لا لا ماشي كاع فيريفي انا ما نعرفني تبدا منين تخلص. يعني تحكي على نفسها مشاهدينا تما كاين اللي ماناش متفقهين بزاف بلا ميكانيك، يعني واش تقدروا تنصحيهم انت في الموطو والسيارات وانت في ليكيتاسيون؟ تفضلي. ميرسي. النصيحه اللي نقدر نمد لها اللي يحب يركب الخيل مليح، ماشي حاجه مليحه، دونك ننصحوا لازم يتعلم لا تكنيك تقنيا العود، ويعرفوا نفسيا مورالمون لازم يعرفوا قبل ما يطلع فوقه، باسكو العود راه ماشي حاجه سهله. انا صارت لي اكسيدون وثاني طيحتها واعره بزاف، رحت في كوما 4 شهور. او لا لا طيح لي، الله يسلمك طيح لي، فاس جو راكونت مون اكزومبل مون بروبر اكسبيريونس التجربه تاعي، قبل ما تطلعوا العود اعرفوا العود، انا نعرفوا العود كيما يقولوا البحر ياكل غير العوامين، انا العود تاعي نعرفوا. صح علاه طيحني، ما طيحنيش باسكو كرهني ولا، ما طيحني باسكو حس بالدونجي او جاي، والعود متربي كي يحس بالدونجي يطيح مولاه قبل. واش كان عندك دونجي؟ احكي لنا شويه هذا الحد. واش مهنا الدونجي؟ كنت اون فيتيس معاه، بدا شويه النوا تاع ان تي بو دو بلوي، جوست كيلكو غوت دو بلوي، حس روحه ويزلق او راح كيس كي لافي رماني الفوق، رماني واحد 6 مترات، هو ساتاني تالون صغير وصحيح، رماني 6 مترات زيد 2 مترات برسك 8 متر. كيما رحت انا رحت في الكوما 4 شهور رماني وحبست تما رماني، باش هو البوت تاعو بور مو بروتيجي، باسكو العود كي يحس بالدونجي يرمي مولاه، يرمي باش ما يطيحش عليا، عرفتي لو كان يطيح عليا خلاص. واش دار رماني خير، رماني رحت في الكوما. يكثر خيرك يا سيدنا العود، واسمو يا برانس. برانس الله يبارك فيك. يكثر خيرك. دونك بلو دو 6 متر كوما دو 4 موا. Jusqu'à aujourd'hui, je souffre d'une absence de mémoire sélective. Donc, voilà. Pas du tout. La première chose, voilà, c'est comme la moto. Je suis tombée de la moto, j'ai des côtes cassées. Dans la compétition, ah, vous êtes d'accord avec moi, oui. On tombe, on aime remonter tout de suite, voilà. Sinon, de toute façon, c'est sociologique, il faut le faire.
si je fais pas ça, je vais jamais remonter mon cheval. Et moi, j'adore mon cheval. حنا هنا عايشين في مجتمع ممكن محافظ وعنده نظريات كتار على المرأة وكل شيء. حبيت برك نعمل ملاحظة أنه ممكن في الخارج في أوروبا في أمريكا في كل أنحاء العالم نلاقي نساء يسوقوا دراجات نارية عادي، لكن امرأة تروح تتسوق بالعود يعملوا ليكيتاسيون، يعملوا يعني يركبوا الحصان كهواية يعني في الاستابل في الأماكن المخصصة، لكن أنه تروح في المدينة يعني تنزل وبتروح تسوق الحصان باش تعمل التسوق تاعها ولا، هذا شيء جديد وغريب وحنا برك ممكن يكون موجود عندنا في الجزائر. فنرجع لنظرة المجتمع أنه المرأة اللي تسوق دراجة نارية عندها ممكن يكون عندها السمعة سيئة مع يعني هك. وحضرتك دكتورة تبارك الله عليك وبنت عائلة ومتعلمة وتسوقي الدراجة النارية كسرتي القواعد. وش هي رسالتك يعني وش هي الرسالة اللي كحابة تقوليها للمجتمع تاعنا؟ رسالة هي حبيت نبين أن المرأة يعني قادرة تجاوز حدود، يعني كما أنا نسوق الدراجة النارية وطبيبة ويعني كي نخرج بالموتو ديالي توجور نلبس نتوني كوريكتومون لا فيست بروتيكسيون لو بوت فوالا. ومن عند المجتمع نعم هناك محافظين، مي من عند المجتمع لا ماجوريتي دو طون كي يتلاقاو بيا يجوا يتصوروا معايا ويفرحوا، بنات صغار كبار رجال فوالا دي بيرسون اجي يفرحوا ويقولوا ما شاء الله الله يبارك، جونغ كوم سي جو ريبريزونت لا فام الجيريان نوفال. فوالا جي بريزي لو تابو. برك حبيت نعطي ملاحظه للناس هذه اللي عندها نظره سيئه تجاه اصلا كان في دول عديده يعني كاين اللي عندهم هي ممكن تاكل من وقت تقريب في السعوديه كان غير مسموح للمراه انها تسوق صح. فحبيت نقول انها مجرد مواصلات يعني هي وسيله نقل وسيلة نقل يعني تحتاجها المراه بالك يصرى معها امر طارئ بالك يمها بعد شر طيح اختها خرجت تجيب اولادها خرجت تقضي امورها بدون حضور الرجل مش شرط يعني الراجل ماهوش شوفير عندنا في حياتنا لكن ممكن الافلام والسينما سوقوا لهذه الفكره بطريقه خاطئه لانهم كل مره يوروا يعني سواقين دراجات ناريه في لي فيلم داكسيون انهم مثلا يقوموا بسرقه وهكا والنساء اللي يكونوا معاهم يسرقوا لهذا السبب مش سهله انك تروحي تنشري في المجتمع تاعنا افكار وتكبريها معاهم هي عباره عن برمجات كما قالت اللي ديناها في الحياه ملي كنا صغار نتبرمجوا عليها نتبرمجوا عليها نتبرمجوا عليها تولينا طابو ما نقدروش نتجاوزوها باسكو تبرمجنا على هذاك الاساس بلي هذيك الحاجه عيانه بوان با فوالا. من هذا المنبر نقول لكم هي مجرد وسيله نقل استعملها كما المراه كما راجل ماهيش مكتوبه على اسم اي واحد وماهيش مكتوبه على جنسيه معينه ف تيك ات ايزي اوكي. يعطيكم الصحه على حضوركم معنا نهار اليوم. ربما رساله صغيره توجهها للامهات اللي راهم يشاهدوا فينا تقولها بنتها انا نحب العود ونحب نركب في الخيل وتقولها لا لا خاطر عليك وكذا ولا ما تقدريش ولا نظره المجتمع فكلمه اخيره لك تفضلي رساله كذلك توجهها. رسالة اللي نوجهها هذه الرسالة نعاودها مرا رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم ركوب الخيل بعد لي دونجي بعد لي ريسك بعد له فوائد كبيرة صحية وعقلية ونفسية صح. أهم حاجة برك يكون تكون لطاي تاعهم رقيقة يعني أنا أنسى يسوي صح ولا لا؟ لا لو شوفال سي بيان دافوار اون بون تاي مي إي نو شوازي با لي تاي جو راسيغ إي لأن يكون شوية خفاف الوزن ديال الدكتورة نوال تفضلي يعني لا أقول من هذا المنبر هي بوكو بلوس النصيحة ديالي لي جون لي سوقوا درجة نارية صغيرة. أنا طبيبة في الجراحة جو روسوا بوكو داكسيدون دو سيركيلاسيون et la majorité يجوا طاح بالموتو اكسيدون موتو سورتو صغيرة لا ماجوريتي الكبيره نو علاش ما يلتزموش الخوذه لا فيس دو بروتيكسيون يعني واش نقول لهم برك كي يخرجوا بالموتو مالغري راح يمشي جوست قدام الدار ولا يلبسوا الكاسك التزام الخوذه كان بزاف اللي ماتوا هكذاك وشفتهم راحوا كوما فوالا دونك وين نقصوا باش ينقصوا شويه من ان شاء الله يا ربي يحفظكم ان شاء الله وربي يحفظ دائما ولاد الجزائر والجزائر الحبيبه وكل المسلمين وين ما كانوا. يلا متواصلين معكم دائما نروحوا الى فقره اخرى من البرنامج هنا التحدي وبعدها نعاودوا نقول
هن تحدي والتحدي هن، هذه تاع هنا غزال، لكن هن تحدي لنا اليوم اكيد راح تكون فيها ضيفه رائعه شرفتنا بصناعه الشموع، عائله عائشه، عفوا عائشه كودري، نتعرفوا عليها في هذا البورتري ونعاودوا نوليو. مشروع بتاب فكره، فكره شموع مصنوعين بطريقه خاصه، ديكورات مميزة بأيادي مبدعة، هن التحدي. واليوم عائشة كردي راح تشاركنا قصة نجاح مشروعها في برنامج جلسة ونسى. يلا كما شفتوا في هذا البورتري ضيفتنا كما قلت لكم كودري عائشة، صانعة الشموع والعديد يعني من الأشياء الرائعة اللي تخص المرأة. حتى ولينا يعني في الوقت هذا، اولا رحب بك، مرحبا بك، يعيشك يسلمك. ولينا في الوقت هذا يعني نهتموا بزاف للشموع، بكري كانوا هذوك الشموع بيوضات، تفاتري سنتي نروحوا نشرو هذوك ياك بيوضه هكا جايين عاملين هكا ماشي شابين ماشي شابه لكن الان ولو ما شاء الله يعني ابداع من صانعات الشموع، فكيف جاتك هذه الفكره انك تصنع الشموع بالرغم يعني في السوق كاين بزاف اللي راهم يديروا هذه الاشياء، ولو شنو هي الميزه تاعك عائشه؟ والله غير او ديبي انايا سيتي لو دون جافي دو دون تاع لا ديكو، كنت نحب بزاف لا ديكو، ابخي قلت بوكوا با لازم نشوف واش ندير، خيرت او ديبي حبيت لي فوندون باسكو نحب حاجه بارفيومي تو، الوغ قلت نروح ندير لي فوندون، بعد لقيت لا فورماسيون باللي تجي فيها لي بوجي لي فوندون لي سير لي بورس لي ديفيرون برودوي، الوغ قلت خلاص ندير لي بوجي، وليت اشاك فوا ندير انا لمستي انا الحاجه ديالي جون لا كولور ديالي لا توش ديالي لا ديكو ديالي كيما شفنا الحمد لله خاصه في الريحه تاع الشموع عندها ريحه قويه بزاف باش كيما نشوفوا شموع يعني متعودين يبعثوا لي ديكادو هكا ويكونوا شموع مصنوعين وهكا وعاملين فيهم ما يكونوش مخفيين بصح ريحتهم جد جد عادية كيف ريحة الشمعة تاع بكري هذيك المشوفية أنا شحال نكرهها ديك الشمعة شفتهم غير في الظلمة دوكا كيما راك تشوفي في المناسبات خاصة عندنا في المولود بزاف يطلبوا الناس الشموع في الأعياد دوكا وش هي أكثر مناسبات راهم قاعدين يطلبوا منك شموع خاصة أنها حاجة فكرة جديدة داخلة علينا احنا في الجزائر نو أو ديبي كيما قالت سمية كانت قليل وين نسمعوا يديروا لي بوجي في لاتابل دوكا ولات ديني نورمال يديروا شمع صح تسمى ولاو يدوا فوالا بلا اوكازيون يدو مي جينيرالمون رمضان سهرات العيد يناير هادو لي زوكازيون اللي يدو بزاف فيهم وبارفوا يقول لك نو نحبوا نتمتعوا ما معشا نورمال نحبوا نتمتعوا ونديروا الشمع نشموا الريحه شوفوا كيفاش القاعده ولات شابه بالشموع عائشه اني نشوف ميم سال دو بان لي بروم بور لانج اني نشوف بزاف حاجات صابون كاين بزاف حاجات تسمى ما ديريش غير الشمع انت فوالا ديري شحال من حاجه ديجا لا فورماسيون سيتي كل شيء معطر في جلسه ونسى انا وحده من الناس راني صحفيه لكن شغل راني نديكوفري في كاين بزاف تكوينات اللي تقدر ديرهم المراه اللي تقدر تدخل منهم بلا ما هذيك تاع زعما راجلها ما يخليهاش تخدم ولا تزوجت ما تقدرش تقدر في البيت تاعها تسترزق وتدخل دراهم فقط لي فنيان فنيان هذا شغل جوستومون تعلمتها من جلسه ونسى دايوغ هاد لا فورماسيون درتها بور اوكوباسيون بور باش ما نقولوش بلي لازم المراه لازم تبقى فامو فوايي بيسك راجلها ما خلاهاش تخدم نو تقدر دير كلش في دارها ويدير كلش هادو كامل لي برودوي سي في الدار الحمد لله يعني كاين هاد التكوينات كاين بزاف تكوينات اللي تقدر المراه تكون روحها فيها وديرهم وتنجح فيهم لكن الشيء الصعيب ربما في هاد الاشياء هو التسويق كيفاش تسوقي كيفاش تدخلي كيفاش تقدري تبيعيهم كيفاش باش تستعيني كاين بزاف لهم يستعينوا هكذا باشياء كيما هادو يستعينوا بهذوك لي انستغرام ولا يعني يديروا لهم دي بيب ولا الاخر كيفاش اسكو زدتي درتي يعني فورماسيون في التسويق ولا درتي هكا تكلتي على ربي وخلاص نو قبل كلش لازم تكلوا على ربي نو ما درتش فورماسيون في التسويق مي لازم يكون بارمي التسويق لازم تدخلي كامل كيما يقول لي بابا لازم تكون عندك لاغريسيفيتي كوميرسيال الوغ لازم نمشي كلش الناس حابه راه مبيعات ديجا باش نمشيو انا نشوف شوفي شوين غوم لانج بروبر لانج بروبر وكاراميل تبارك الله دايوغ جي بخي دو شاك برودوي كات بور بروندر بور فو بروندر وي سا ديتهم سي بور سا انا نهار نقول لهم في لي ريزو ديروا وما تقعدوش في بلاصتكم وطوري من ذاتك وخدمي وكلش ما نكذبوش بلي الاستقلال المادي
عند ما تقعديش تمدي يدك صح تقعديش تمدي يدك مديتيها خطره زوج ثلاثه المراه عندها بزاف مستلزمات بلا ما نحكوا مام راجلها كافيها وكل حاجه خدمي لروحك باش انت تكون تحسي روحك منتجه في هذا المجتمع درتي حاجه اللي انت تحبيها شغفك في الحياه اين هو معليش تربي ولادك وتكبريهم ويكبروا ويتزوجوا ويروحوا ومن بعد ماذا فعلتي لنفسك واش درتي انت لروحك لذا من هذا المنبر نقول لكل مرة ديري فورماسيون اتعلمي خدمي في دارك ماشي لازم تخرجي ماشي لازم تروحي ماشي لازم تجي مواد هكا تكمونديهم ولا يجيبهم لك راجلك حتى باب الدار وانت خدمتي وتفننتي وابدعتي وحققتي واش راكي تطمحي ان شاء الله يعطيك الصحه وانا حبيت نقدم تحيه ليك سيدتي ولكل نساء الجزائريات اللي قادرين ممكن يعني بماديات قلال مش بامكانيات كبيره وكلش يعملوا منتوجات رائعه فعلا وتنافس الماركات العالميه بكل صراحه يعني وبكل شفافيه ماشي باسكو غادي نديهم هادو في ثلاثه راني نشكر فيك البنات لا بكل صراحه وبكل شفافيه انه فعلا الرائحه تنافس ماركات عالميه يعني انا تفاجات الان لما شميتي ضربت حتى لهنا والله غادي رحاله البلاطو ما شاء الله ان شاء الله امين يا ربي يبارك لك في خدمتك واياك تعيشي بارك الله فيكم وكما قلتي ساره تقدري بيجي صغير تقدري تبداي سوفي برك توقفي وتقولي لازم نثبت ذاتي فوالا اعطيني مثال على البيجي الصغير اللي تقدر تبدا به مثلا مشروع هكا تاع الشموع و والله ما نكذبش عليك انا البيجي الصغير اللي بديت به مي انا بديت قبل ما ندير لا فورماسيون سيتي 2 ملايين راهي باين سيتي 2 ملايين برك رحت شريت لي برودوي وشريت لي مول وشريت اني نقول لك زعما اسي الاشياء اللي قدرت تستعمليها مع زياده وي تسمى تقدري مليون تقدري تبداي مليون تقدري تبداي مليون البنات وي هيا بسم الله مليون تقدري تبداي ومن بعد تدخليه وتولي تحبي تكبري اكثر فوالا تحبي تكبري اكثر ان شاء الله يلا هذا المشروع ما خلاكش تزيدي تخمي في مشاريع واحد اخرين تقدري ديريهم واش عندك حبيت ندير لي بلاتو تاع الغيزين ولي زاكسيسوار تاع الغيزين ان شاء الله باسكو بزاف نحسهم اكومباني معاهم وبزاف صابون وي وي ان شاء الله ان شاء الله يعطيك الصحة نتمنوا لك كل النجاح ربما رسالة توجيها للمرأة اللي تشاهد فينا اليوم من خلال قناة الشروق أكيد واش تقولي لها لأنك كلك شفت فيك التمست فيك القوة التمست فيك الإرادة التمست فيك عدة أشياء ما شاء الله عليك تفضلي واش نقول لها ما تخلي حتى حاجة ترجعك للور كلش في دارك لي برودوي يجوك للدار لا فورماسيون اون لين كلش لدارك الحمد لله يسلمك عايشه نتمنى لك كل التوفيق والنجاح ان شاء الله وتزورينا بمشروع اخر ان شاء الله يا رب ان شاء الله نعاودوا نوليو نشوف راي زميلاتي يلا وشنو هي الحاجه الاولى اللي ديروها كي تنوضوا من القهوه سويله قهوه نشرب القهوه اول حاجه او ماي الله نحبها خرج تليفوني من تحت المخده ناحي مود افيون ديري مود افيون تروقدي انا سيلونسيو انا نايسوني التليفون نقول الحمد لله الذي احيانا من بعد ما اماتنا وجعلنا من المسلمين حاجه الاولى اذا مجتهده والله غير صح ومن بعد نرفد التليفون نشوف لي نوتيفيكاسيون واش كاين اليوم ومن بعد لا تواليت ايفيدامون قبل ومن بعد بتي ديجني ومن بعد تكلوا على الله الجري يبدا في هذيك الغربه الجري صح صح كي نوض ما نقدرش يعني ما نبوجي لا هكلاك لازم نشم ريحه القهوه ونشربها قبل غير نفتح عيني صح احسن هديه نشوفها في حياتي والله العظيم انه الواحد يجيب فنجان القهوه والسفنج خفاف مع سخون الله الله اولى لا انا اول حاجه نديرها كي نوض شغل بدون كذب والله نقول الحمد لله نرفع ديريكت مع التليفون نشعل ليه دوني ندير يسوني باسكو كي نرقد يلو كان نرقد للزوج تاع الحشيه تليفوني سيلونسي ما متحرق يصرا واش يصرا ما باليش يموت لك شي واحد بعيد الشر يصرا اي كارثه انا نكون النوم سلطان نحب نوض وحدي نحب انا نوض وحدي ما نحبش نوض بالخلعه تاع التليفون فاول حاجه نديرها نحمد ربي ومن بعد نشوف لي دوني ونوض توكل على ربي سبحانه يلا حلقتنا مازالت متواصله اكيد واخر فقره من عم برنامج ينورنا فيها فنان في كل مجالات او في كل مجالات تكون معنا يكون معنا ضيف فنون نواف ونون بعد هذا الفصل نتعرفوا على ضيفتنا شكون هي عودة حياة
فنانة تحدد كل ساعة بالحياة باش تسمع صوتها وتكون عندها مكانة وسط الساحة الفنية. الفنانة نريمان بن سهيل المعروفة بنريمان عقيل، بدايتها كانت في عمر صغيرة، وكان للمرحوم عقيل فضل كبير لها، خاصة بعد لقائها مع الجمهور، وثم حب الجمهور صوتها وإحساسها. بعدها أهداها المرحوم أغنية الخبز والماء اللي لقات نجاح كبير في فترة قصيرة، وهنا كانت القفزة للنجومية. وصلت الفنانة نريمان مشوارها في ألحان وشباب وتحصلت على المرتبة الثانية. شاركت في عدة مهرجانات وطنية منها مهرجان جميلة، تيمقاد وغيرها. آخر أعمالها غابة شابة مع الفنان كاتاني، والآن نريمان راهي تسجل في أغاني جديدة في الطابع الرايوي. لكن اليوم راح تحط ضيفة معنا في بلاتو جلسة ونسا. يلا بعد ما تعرفتوا على ضيفتنا لينا اليوم في نون وفنون، شكون هي اللي نورتنا في البلاطو او في الحلقه تاع اليوم؟ نريمان مرحبا بك. الله يسلمك. واش راكي؟ مرحبا. الحمد لله صافا. الحمد لله. نريمان كل ما تكون حاضره اكيد تكون حاضره الوالده تاعها، نوجه لها تحيه قبل ما نبدا مع نريمان. دائما مرافقتها تحيه كبيره سيدتي، مشكوره وتحيه كبيره، وربي يقدرك لانها مهنه شويه صعيبه انك ترافقي دائما نريمان، لكن نريمان دائما منوره. راكي شابه، بدلتي اللوك ما شاء الله عليك، راه خرج عليك الله الله. الله يخليك، عينيكم احلى حبيبتي. يلا كي نقولوا نريمان نقولوا شاب عاقل الله يرحمه. الله يرحمه ويسع عليه. واش السر وشنو هي العلاقه يعني هذه، ولا وزاد في نريمان ولا؟ بيان سور الشاب عاقل ربي يرحمه هو اللي كيما نقولوا هو اللي خرجني للساحه الفنيه. بون انا افون كنت نغني في مدرسه، كي كنت نقرا في مدرسه خاصه بالمكفوفين، بون كنت ننظموا حفلات وكلش، ولكن ما كنتش معروفه. ما كنتش اكيد بيه تعرفتي بالاغنيه تاع بيه تعرفت بال سورتو باغنيه. بون كنت جوزت مع ديجا ايميسيون قبل ومن بعد بالاغنيه تاع الخبز والماء تما اللي شغل خرجت للساحه الفنيه. صح. وما ننساوش انه نريمان كان طالبه في الحان الشباب. اه بيان سور. يعني انسانه ما شاء الله زميلة. يعني اكيد انا نحب هذيك المدرسه، تحيه ليهم. وكانت هذه المدرسه ممكن هي اللي خلى السبب الكبير اللي خلاني نتعرف عليها وعائلها، ورحنا تعشينا كيف كيف. يعني الصراحه هي واهلها وردات، يعني من ورده من ورده البليده يعني ما شاء الله. انت كذلك، وما ننساش عيد ميلادي اللي كيما نقولوا تقريبا انتيا والبنات اللي نظمته لي ودرتوا لي سيربريز في المرحله. والله سبحان الله جوزنا يامات بزاف شابين. الحمد لله. الحمد لله يا ربي. نريمان راكي تشوفي دوكا يعني في الجزائر قاعد الفنان يخدم على شكله وعلى صوته وعلى الكلمات تاعو، الحانه فوق هذا مش لاحق، فاكيد كلنا عندنا صعوبات. انت الصعوبات وش هي الحاجه اللي ما خلتش نريمان بالرغم من صوتك الرائع، بالرغم من حضورك، بالرغم من اخلاقك، بالرغم من كل حاجه، حتى انها متعلمه الفن، يعني ماهيش موهوبه وفقط، لا لا هي دارسه يعني الفن، فوش هي الحاجه اللي ما خلاتش نريمان صح تدي حقها في الدومين؟ ممكن بون انا ما جاونيش زعما اعمال اللي كيما راني حابه انا، وكيما تعرفي الصعوبات في الجزائر. بون حنا ما نهضروش، ولكن كاين ناس تلقايهم ما عندهم حتى حاجه وبالك داين حقهم واكثر، وتبان لي يعني حسب رايي ما عادوش يقيموا للصوت. صحيح، يعني اقسم بالله عندك الحق في هذه. ما عادوش يقيموا الصوت، عادوا يقيموا ما باليش انا بالك الرحمنه تاع لي ريزو سوسيو ولا ما باليش حاجه. هوس الكاره وداير حاجه هوس الفولو للاسف يعني. يا نريمان. نريمان بعد عقيل الله يرحمه. الله يرحمه. ما جاش كاش فنان واحد اخر هكا ما شاء الله قال ندير معاك ديو، ما عاودوش فكروا فيك، انت مع مناكي تحلمي ديري ديو هنا في الجزائر وغير الجزائر؟ انا شوفي انا راني نحلم ندير بغير الجزائر، راني نحلم ندير ديو مع شيرين.
الله ما شاء الله ملكة الإحساس. هذا حلمي ان شاء الله. هنا في الجزائر ما نكذبش عليك كو هضره وخلاص، تلاقي بيهم نخدموا 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 ايتو، ومن بعد تروح ما تعرفيش اسكو الظروف ولا بالك لوكازيون مازال ما جاتش، كل غايب عذره معاه. كل انا هكذا نقول لهم الغايب في حكم الله، ما نقدرش نحكم على انسان ونقول وعدني وما دار ليش ولا، باسكو ميم هو ماشي ملزوم عليه. على كل حال هو يقعد رايه، يحب يدير يدير، يحب ما يديرش ماشي لازم، ماشي حاجه لازم عليه. نريمان انا من زمان نشوفك ونشوفك عبر القنوات الجزائريه وكل شيء، والجمهور يحبك وفنانه تشتغلي على نفسك، محبوبه، طموحه، تشاركي في يعني في مثل الحان وشباب، تشاركي لما تكون في مسابقات، تروحي للحوارات التلفزيونيه وكل شيء. فطموحه يعني ما تركتيش حلمك رغم صعوبات الحياه، يعني رغم الصعوبات اللي فرضتها عليك الحياه. الصعوبات اللي تفرضها عليك الحياه تزيد لك قوه. برافو برافو برافو، يعطيك الصحه. حبيت نسالك واش تقولي انت يا نريمان اليوم، ولا واش تفكري في الناس اللي متوفره عندهم كل شيء ورغم ذلك ما يعملوش اي مجهود باش يحققوا حلمهم ولا باش يعملوا حاجه يعني تفيدهم؟ هذو اولا ما عندهمش الاراده، باسكو الاراده هي اللي اراده بها كما يقول لك هي الساس باش تبداي، شتي كي تكوني تبني في كاش حاجه طلعي بالساس من بعد تبداي تبني. الاراده هي الساس. انا بالنسبه ليا تكون عندك الاراده تقدري ديري اي حاجه. الاراده تخليك ساعات حتى تقم زعما كيما نقولوا حنا تريسكي باش ديري هذيك الحاجه فيها ولا ما فيهاش. بصح مادام نيني حابه نديرها نخاطر على جالها. انا الحق تاع ربي يعني اي حد بالرغم من الصعوبات ولكن ساعات نغامر وننجح باسكو هذيك الحاجه راني حابه نديرها، اريد زعما كيما يقول لك عندي الاراده تاعي هذيك هي اللي تخليني باش ندير هذيك الحاجه. بالنسبه لي متوفر لهم كل شيء، نقول لهم سهل انكم تلحقوا تحققوا الحلم تاعكم باسكو ها راهو عندكم كل شيء متوفر، علاه ما تحقوش الحلم تاعكم؟ لا بالعكس تحقوه عادي، راهو عندكم كيما نقولوا كلش متوفر، يعني راكم قادرين. ما تشوفوش انه لا 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 ما نديرش. هذاك اللي يقول لا 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 ما نقدرش انسان بالنسبه لي انسان فاشل. فاشل بكل صراحه. يلا شوفي من اجمل الاغاني انا تاع نعيمه الدزيريه اللي نحبهم تاع مازلني على ديداني مازال، وشكون قال طاحت بيا؟ شكون قال طاح بنريمان بالرغم من الوعود الكاذبه؟ وانا على بالي يعني بدون ذكر اسماء وفنانين. صح. وشكون قال طاح بجلسه ونسى؟ ولا جلسه ما طاحش. فمن اجمل الاغاني يعني، وانا بما اني اشتقت وتوحشت صوتك، توحشت طلاتك، عندي بزاف ما حاورتكش نريمان، فانا متعطشه مثل ما راه متعطش الجمهور الجزائري انه يسمع صوتك. اعطيني اغنيه يا نريمان. أغنية هذه شويه يعني اسمو، ولكن نقدر نغني لك اغنيه بالك المقنين زين اللي هي نصدق. يلا نعشقها. يلا على بالي بلي انت تحبيها. نموت عليها. تفضلي. الورد 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 يفتح ويذبل، يفتح ويذبل والعشقين، ناس تقول الياسمين يا حليلو يا حليلو، الورد يفتح يفتح ويذبل، الورد يفتح يفتح ويذبل والياسمين يا حليلو. الله الله. الحب ما يجيش بالماء، ما يجيش بالماء، الحب يا سمعين ما يجيش بالمال،
وقلوب العشق اللي هملوا يا المقنين الزين يا صفر الجناحين يا حمر الخدين يا كحيل العينين الله هذه مدة وسنين وانت في قفص حزين تغني بصوت حنين من يعرف غناك منين برافو معليش معليش نزيد مش حابه نسالوها حابه نقول نكمل اغنيه لا لا حبيت انا نطلب منها من بعد ان شاء الله تغني لي شيرين باينه انا نطلب منك تعرفي اغنيه تاع شمعه مالي مالو مال الشمعه مضوت لي شويه مالي مالو مال السعد ما سقمني ليها نغنوا انا وياك يلا مش حاضر هذا مش هذه حاضر غير زوج جمل شفتي نقعد نضرب عليهم يلا شيرين الاول انا معليش يا اخي هانا هو بنت العرب ربي يخليك يا عمري انت الملكه شوفي راح نخير لك اغنيه تتفكري بها واحد الايامات اي يلا غلطت مره وقلت على الرخيص غالي جرحت قلبي وجرح جرح القلوب غالي غلطت مرة وقلت للرخيص غالي جرحت قلبي وجرح جرح القلوب غالي من النهاردة مفيش أحزان مليش ألوان من النهاردة قلب وحيد يا زمان وحيد يا زمان من النهاردة مفيش أصحاب مليش أحباب من النهاردة قلب وحيد يا زمان وحيد يا زمان الله يعوض على الأيام وعلى الليالي يا جرحت قلبي وجرح القلوب غالي 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 يعطيك الصحة إن شاء الله ما يجرحوا قلبك مرة واحدة إحساسك عالي نريمان في كل مرة يجي عندنا ضيفة تنورنا في البلاطو نلعبوا نحبوا نلعبوا معاها نشوفوا يعني القدرات تاعها هكذا والقدرات تاع المقدمات كيفاش أنا على بالي بلي شاطرة قالوا لي تحبي تلعبي وشاطره ما كاينش كيفاش تخسري ان شاء الله اول كويز راح نمدو او اول لعبه راح نمدها راح نحط لكم كلمه حنقول لكم كلمه في اغنيه وانتم تقولوا لي واش من اغنيه هذه هي تعطوني اسم المغني ولا تعطوني الاغنيه اعطوني التيتخ ولا غنوا لي منها شويه كم مغنيه صافي لازم انا ريمان خلاص انا وناريمان اول مره نختار يلا خسرنا ينسحبوا يلا انا وياك ناريمان خليكي ذكيه واحد وسارة هي وهنا عطوني الكلمة فريال عطيني الكلمة واسمها الخيالة خرجوا الخيالة ماما ماما يا بنتي بيقول لك أبوكي ما تطلعش في الأيام أنا أقول لك خرجوا الخيالة لما شافوك هذيك الأيام لا لا خيالة كيف فيها فيها أنا خيالة خيالة أمل يشفي وجهالة وجهالة تحية بيقول لك أبوكي ما تطلعش في الأيام على رائع امل وهبي مؤخرا على تحيتنا لها زهرة كذلك يلا يلا فارق هنا هو اللي ربحكم ناريمان انتي وسهيلة ناريمان يمك يلا نعطيكم مثل نعطيكم بديه تاع المثل وانتوما كملوا لي واش يقول هذا المثل اعطيني فريال
أقصد البيت الكبير. أقصد البيت الكبيرة. بين على عيني. أقصد البيت الكبيرة. تلقاو كسرة كثيرة. عطوني إجابة. نسيتها. روح للبيت الكبيرة. إذا. إذا. إذا كنت كبير. لا لا. يلا يما تناري مرة تبيع شوية من الورق. لا لا حرام عليكم خلوا لي تبيع لها. آه. يلا ما يتحقر فيها. اذا كلمتك كبيره لا لا انا والله غير اني عرفتها بلا ما نشوف الاجابه كنت عرفتها. ارفعي روحك هكا باش تباني باللي راكي مشاركه وبقوه ما يحقروناش. روح للبيت الكبيره اذا ما تعشيتش تبات دافي. بابا 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 ساره نريمان انت طالو انت طالو خلاص خلاص ساره جبتها. يلا راكم شاطرين. ساره واش بغيتي اللي يغش؟ لا بغيتي فريقي. راهم رابحين. غشت؟ ما غشتش. نعم. يا بنتي والله يا عباد ربي هذه اخر مره نقول لكم انه ساره تسرق بصح ما تغشش. يلا صح معليش راح نعطيكم مقطع موسيقي. هذه الاخرى ما تجيبوهاش ناري من الروح. انا رفضت قشي والروح. نعم انا شغل الامثال شويه زعما ماشي امام هذيك نهضر غير على الماكله والدراهم. راح نسمعوا مقطع موسيقي وتقولوا لي الاغنيه تعمل. مقطع يا فريال. تعيا وتندم. فات الوقت خلاص روح الوقت خلاص تعيا وتقول لي يا ندمتي آه يا ندمتي فات الوقت خلاص روح الوقت خلاص. ايوه والله عجبني الحال. ايوه عفو دافو هلا ديريك بدات تشطح. هلا تبغي تعال انت قدامي وانا موراك تبغي تعرف هذيك تعال في باش ضحكتيني. نريمان شرفتينا ونورتينا نهار. قولي لك شنو مشروعك تخدمي عليه راح نشوفوك عن قريب ان شاء الله. فيما خدمت ديجا اغنيه مع كاتاني سامي اللي جا له تحيه العملي فات على الغابه الشابه تحياتنا ليه. وسنا نورمالمون نورمالمون عندنا ان غوتو ان شاء الله. ان شاء الله, إن شاء الله. هي هذه هي الحاجه اللي راهي باينت لي جوسكا ماتنو. ما تعطيناش هكا من هاسكوب هكا شويه اغنيه. لا لا مازال كاع ما بديناش فيها. لا لا مازال ما بديناش فيها. انا دايرين المشروع تاع ان غوتو ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله اول ما تخرج ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شوفي حنعاود نزيد لانه شبعك ربي يرحمه كامل يحبوا اغانيه الرومانسيه والبومو اللي عليها ومات ربي يرحمه البوم رائع كان قعدوا اغانيه دوكا مازلنا نغنوهم ونحب نسمع من صوتك جميل اغنيه الاغاني عاقل. لكن قبل ما نختم معك نخليك تقولي كلمه وانا نختم مع الجمهور ونسمعوا صوتك. اوكي بون الكلمه كما يقول لك لولا الوالده تاعي اللي راهي حاضره بيان سور ربي يحفظها ويطول في عمرها والاخت ديالي نسيمه نقولها جوتيم بوكو بوكو نقولها انت هي الصح في حياتي كما يقول لك وراكي مدعمتني والاخت ديالي الكبرى ولادها سيرين ونسيم واميره والاخ ديالي ومرته وولاده وكما يقول لك كامل عائله بن سهيل وعائله لاشمات اللي هما عائله الوالده تاعي وليكم انتم ثاني كذلك نقول لكم صافي ان غون بليزير اليوم كي حضرت معاكم الحصه وان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله امين اجمعين يا رب. وسويله قول لك توحشتك بزاف بزاف. وانا ثاني اقسم بالله عندنا مده لازم تعاودوا لي البوراك باش نجيكم انا ما نجيش باطله. اي عندنا شي خساره فيك البوراك اكثر من البوراك هذاك تاع هذاك ماشي خساره واحد برك نديروا لك ماشي غير البوراك. الله يخليك ربي يخليك. وكامل الناس تاع كامل اللي راه معايا لي زامي تاعي تاع انستغرام تاع لاباج تاع كامل ان شاء الله ما نكونش يا عمري ربي يحفظك ان شاء الله. شكرا لك مره اخرى انتم مشاهدينا الكرام اكيد نشكركم على حسن الوفاء والاصاء والمتابعه والرسائل الجميله اللي نتلقاوها على هذا البرنامج الجميل اللي ان شاء الله راه يقدم لكم مواضيع هادفه ان شاء الله راكم تستفادوا منها وان شاء الله نكونوا دائما خفاف عليكم ونقدموا لكم ما يعجبكم دائما يا رب. زميلتي مشكورات على مجهودكم ومداخلاتكم. نتلقاو بكم الحلقه او في حلقه اخرى ان شاء الله جديده بضيوفها ومواضيعها. لكن قبل ما نختم نخليكم مع الصوت الرائع لنريمان واغنيه الشبعاقي ربي يرحمه. ربي يرحمه. استوار قديمه
عودة تحيات لقينا تفكرنا اللي فات حب اللي كان عمره ما مات يا عمره ما مات مكتوب علينا أنا وياك فهذا العشق ورايحي بيربات معك أفي حتى الممات يا حتى الممات قد مسيت عليك مبعد نلقى روحي ما زني قريب قد مسيت ندير جديد نلقى قلبي ما زال حديد قد مسيت عليك مبعد نلقى روحي ما زني قريب قد مسيت ندير جديد نلقى قلبي ما زال حديد الهند القديم خير من جديد مازال نحشق فيك ونزيد وا مازال نحشق فيك ونزيد ولا بغى ربي رايحين بعيد الهند القديم خير من جديد مازال نحشق فيك ونزيد مازال نحشق فيك ونزيد ولا بغى ربي رايحين بعيد.